أهلا بكم إلى مدار الغد. السادس من فبراير الجاري هو الموعد الذي حدده الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالتئام المجلس المركزي في رام الله، لكن الجلسة التي ستأتي بعد عدة تأجيلات سابقة سوف تعقد في ظل غياب التوافق الوطني أو حتى التوافق عليها. الاجتماع المنتظر يأتي بعد أكثر من 3 أعوام من آخر دورة عادية عقدها المجلس المركزي في أكتوبر من عام 2018، والتي كانت الدورة 30 للمجلس منذ إنشائه في مارس عام 1977. وكان الهدف الأساسي من تشكيل المجلس هو لعب دور حلقة الوصل بين المجلس الوطني صاحب الصلاحيات التشريعية وبين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. المجلس المركزي يتكون من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية والمرأة والمعلمين والعمال، هذا إلى جانب ممثلين من أصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى 6 مراقبين. ويكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس المركزي. أهم اختصاصات المجلس المركزي هو اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني. وكان من أهم القرارات التي اتخذها المجلس منذ تشكيله هو اختيار رئيس دولة فلسطين الراحل ياسر عرفات في اجتماع تونس عام 1983 وبموافقة المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 20. وفي عام 1993 وخلال دورته المنعقدة في تونس أيضاً تقرر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية برئاسة الراحل عرفات. وبعد الانتخابات التشريعية داخل الأراضي الفلسطينية عام 1996 أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه. فما المتوقع من جلسة المجلس المركزي المقبلة من قرارات؟ وكيف تقرأ البيئة المصاحبة لانعقادها؟